مرهف ولو فلان تشكيلي زي العروسه اللي تكلمنا عنها. ابو علي عندي بيتين هنا بشيلها. ايه شيلها وحطها قبلها يقول ابراهيم طلحه شيلها وحطها. الشاعر الكبير سعد بن حنتم الشمراني من تباله يبلغكم السلام فردا فردا، وقد شارك معنا في الحلقه السابقه كم مره ولكن بيرسل القصيده بعدين، لكن هذه لي انا. يسلم عليكم، وعيد طاحوس طبعا خوينا صاحب المجلس ابو خالد يسلم عليكم ومتابعينا كثر ما شاء الله تبارك الله. لكن يقول هذه شوقنا لها، واللي يحسبها يحسبها غزلية يحسبها معانا. عطنا يقول روح. يا عيني خلي كثير الدمع يصابي وطهر القلب من صكة الأيام، صارت هجوسي بتالي الوقت تلعبي لعب الهبايا بطير بالهوى حام. يا ما تصبرت طول الوقت وغبي إلينا صارت حياتي كلها، وحتى كثير والدكاتر ما عرف طبي يعطوني علاج كله مر واسقام. سلامتكم. صح لسانك ابو سليمان. الله يطول عمرك. سبحان الله، يعني الانسان يعني هي مناحي الحياه كثيره، والانسان طول عمرك يعني اللي تفكر في يعني